عمرك فكرت انت ليه مش بتنطق الكلام زي واحد من اليو اس؟ طب فكرت ايه سبب مشكلة النطق عندنا؟ النهاردة هنعرف سبب المشكلة مع بعض وهقولك على ابسط حل وازاي تقدر تطبقه. في اخر الفيديو هقولك على خدعة تساعدك في التي اتش اللي هي الث والذ. Hello and welcome back to Self-Training and Enhancement Personalized System أو STEPS. أصعب حاجة بتقابل الناس وهي بتتعلم English هي pronunciation. مشاكل زي الث والذ والP والB وهكذا. وكتير جدا بيحاولوا يعلموك إزاي تقولهم وبرضو بتواجه نفس المشاكل. طب ما تيجي نبص على سبب المشكلة ونحاول نحل السبب فبالتالي المشكلة تتحل معاه. في سببين أساسيين لمشكلة النطق. أول واحد هو لغتك الأم. يعني لو قلت لك ايه الحرف العربي للآر هتقول لي بكل ثقة انه ره صح؟ تمام. طب والبي والبي هتقول لي به صح؟ لا مش صح، دول اصوات تانية خالص بحركة لسان مختلفة. يعني مثلا الره لسانك بيبقى قريب من سنانك لكن الآر لسانك فيه بيكون في بقك من ورا، فده بيؤدي ان الصوت اللي انت بتتعلمه غلط. فكلمة زي remember بتبقى remember. وطبعا لو في حرف انت مش بتستخدمه في لغتك الام مش هتعرف تستخدمه في اللغة اللي انت بتتعلمها، وده هيبان جدا في الث والذ. انت في العربي ما بتقولش ذئب، انت بتقول ذئب، فذم بتبقى زم. تاني سبب ان انت مش بتسمع نفسك. هسألك سؤالين، عمرك جربت تسجل نفسك؟ انا جربت والنتيجة كانت بشعة. ردة فعلي كانت مين الكائن المعوق ده؟ طب ليه ده بيحصل؟ بكل بساطة عشان انت مش بتسمع نفسك، ودنك ربنا خلقها عشان تسمع الناس التانية مش الأصوات اللي طالعة منك. طب هسألكوا سؤال تاني، عمرك حاولت تبراكتس أو تمارس اللغة مع نفسك وحسيت ان انت أحسن واحد بيتكلم اللغة لكن مجرد ما رحت اتكلمت مع حد تاني حسيت ان انت ما بتعرفش تتكلم أصلا؟ طب الإحساس ده بيجي ليه؟ عشان وانت بتتمرن على اللغة مع نفسك انت ما بتعرفش انك بتغلط، بتعرف من ردود أفعال الناس، ونفس الكلام بينطبق مع النطق. طب ازاي نحل المشكلتين دول؟ بسيطة جدا، هنعمل حاجتين. أول حاجة هنتعلم الأصوات صح وهنتمرن عليه. اسمع أي حد بيتكلم من أي مصدر ممكن وركز على الصوت اللي طالع منه، ولو شايفه ركز على شكل بقه عامل ازاي، وقلد قلد على قد ما تقدر. وتاني حاجة هنعملها ودي ممكن تكون صعبة في الأول، إن احنا هنسجل نفسنا وهنعمل كده عشان نتأكد من الأصوات اللي طالع مننا. وأحسن نتيجة هتجيلك لو انت عملت الاتنين مع بعض، يعني اسمع من مصدر، ركز على الأصوات اللي طالعة منه، قلدها، سجل نفسك وانت بتقلد، وقارن ما بين الاتنين، شوف الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها وازاي تحسنها. حاجة تانية، معظم الأماكن لو مش كلها اللي بتعلم اللغة بتقول بلاش تاخد شورت كاتس أو اختصارات عشان ده مش صح، وكلامهم صح لو انت هتدرس اللغة فمحتاج تعرف التكنيكال نوليدج أو المعرفة العملية. احنا هنا عايزينك تتكلم صح، فمش مشكلة انك تعمل اي حاجة هتسهل الموضوع عليك. وعشان كده احنا هنعلمك شوية خدع في النطق، والنهاردة هنبدأ بالذ والث. لو انت بتعرف تنطقهم صح اعمل لايك للفيديو ده، وقف الفيديو هنا عشان خاطر انت مش محتاج تسمع الجزء ده. باي باي. ما قفلتش؟ كويس جدا. تعالوا اقولكوا على خدعة. لو عندك مشكلة في التي اتش اللي هي الذ او في التي اتش اللي هي الث غيرهم، يعني بدل الـ TH اللي هي ذا حط D، فكلمة زي ذم خليها دم، وكلمة زي together خليها together. ولو عندك مشكلة في الـ TH اللي هي ث خليها T، يعني thing خليها ting، thousand خليها thousand، يعني كلمة زي both of them خليها both of them. أكيد أنت بتسأل نفسك دلوقتي هو أنا إزاي أعمل كده؟ أكيد الكلام ده مش صح. هقولك في حاجتين لازم تبقى عارفهم. أول حاجة إن أنت بتقول الأصوات دي في العربي فمش هتبقى مشكلة عليك إنك تقولها في الإنجليش. تاني حاجة هي نفس الأصوات ومش هتكون واضحة قوي عشان أنت مش بتقول كلمة واحدة، أنت بتقول جملة كاملة. فمثلا لو الكلمة فيها TH و S زي something دي هتخليك ما تقولش something أو something، هتخليك تقول something، ودي هتبقى أسهل لك وأنت بتقولها لأن الـ S بعديها T مش مشكلة. زي Can I tell you something? I met three of my friends yesterday. لو قلت something أو something مش هتبقى واضحة، لكن something واضحة جدا. لو قلت three أو three مش مشكلة، لكن three واضحة قوي.
أتمنى أن الفيديو ده يكون ساعدكم، وطبعاً لو في أي أسئلة أو اقتراحات ممكن نسيبها في الكومنت سيكشن تحت. لو الفيديو ده كان مفيد ليك اعمل لايك، لو أنت شايف أنه ممكن يفيد حد تاني اعمل شير على فيسبوك أو أي سوشيال ميديا بلاتفورم، ولو عايز تشوف فيديوهات زي دي أكتر اعمل سبسكرايب. As always, my name is Mustafa, and remember, it all starts with one step.